السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى في مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. عارفة ان انتوا بتحبوني وهتفرحولي. المفاجأة دي هتبقى ان شاء الله بإذن الله ان كنت من اهل الدنيا بإذن الله يعني، وربنا حياني يعني بإذن الله، هتعرفوا المفاجأة الجميلة اللي أنا فعلا مستنياها ومبسوطة بيها. كمان انتوا هتشوفوا المفاجأة معايا، هيبقى يوم الجمعة بإذن الله. الناس اللي بتحبني قوي، أنا طبعا بحبكم أكتر حد يعني، أنا بحبكم بجد يعني، ودايما أقول لكم إن أنا بحبكم بجد يعني، هي دي الحقيقة والله. عشان دايما بترفعوا من معنوياتي ودايما بتبسطوني ودايما بتدعولي، ربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم. المفاجأة دي يا جماعة أنا مستنيها من الأسبوع اللي فات، تمام؟ ويعني عمالة أقول يا ربي بقى يجي يوم الجمعة إن شاء الله، عاملة زي العيال مستنيها بفارغ الصبر. وعارفة بجد إن انتوا هتفرحوا ليا. طيب، المفاجأة دي مش البنكوت ولا المفاجأة مثلا هيقول لي جالها البنكوت، لا ولا مش البنكوت، ولا مثلا انا هروح عند بنوتي. طبعا بنوتي دي اغلى حاجة عندي في الدنيا، ربنا يخليها لي. طبعا عايزة اقول لكم انا بعمل ايه دلوقتي، انا بعمل ابل كرامبل اللي هو كوبايتين دقيق و200 جرام من الزبدة، وايه تاني 200 جرام من الزبدة وكوباية سكر بني، وعلى التفاح نفسه 3 تفاحات عليهم معلقتين دقيق، معلقة سكر بني، مكعبين من الزبدة، رشة ملح هنا على الدقيق والزبدة والسكر. بس الموضوع سهل بسيط، ما بياخدش 3 4 دقائق يعني، ما فيش 3 4 دقائق، هما 2 دقيقة اللي انتوا شايفينهم دول، بس احطه في الفرن لمدة 3 ساعة او نص ساعة وخلص الموضوع بقى. بس تعرفين بقى انا بحب انا بعجرت 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 يا جماعة، انا عايشة في معاناة، انا عمالة اكل اكل اكل. المهم تمام، اللي بيحبني بقى هيفكر وهيقول لي يعني يخمن كده، يقول لي هو عارف المفاجأة ولا لأ. مش هينفع اقول لكم ايه هي المفاجأة، بس ممكن لو حد بيعزني يخمن كده ويقول لي المفاجأة مثلا كذا، المفاجأة مثلا كذا، قولوا لي يا جماعة بجد والله يعني، عايزاكم كده تخمنوا كده وتقولوا لي ايه المفاجأة يا ست انتي، ايه المفاجأة. عشان اللي هيقول لي اللي هيخمن وهيقول لي صح ايه المفاجأة اللي انتي مستنيها يوم الجمعة، هقول له ايه، ادي له ايه ممكن نقول اسمه في قناة كبيرة شوية اكبر من قناتي، قناة كويسة يعني، ممكن نقول اسمه بالكامل، او اسمه واسم صحابه او اسم اي حد هو بيحبهم يعني، مش عارفة. طيب اقول ايه تاني، ممكن اعمل ايه تاني، مش عارفة يعني، بس بجد والله نفسي نفسي تسألوني او تتخمنوا وتقولولي. فاكرين لعبة عروستي يعني، عايزاكم كده ايه تفكروا وتقولوا لو انا يهمكم امري، لو انا يهمكم امري 5% ولا 10%، قولولي ايه المفاجأة اللي انا مستنيها يوم الجمعة، اللي انا اصلا بفكر فيها من الجمعة اللي فاتت ومستنيها من الجمعة اللي فاتت، بتكلم بجد والله. ماشي، غلست انا كتير. ماشي، المهم النهارده عندنا قصه كده انسانيه، قصه انسانيه، ومش بس انسانيه، هي قصه عن الحلال والحرام. الحلال والحرام يا حبايب قلبي، طبعا الحلال ربنا يقربنا منه، والبعيد قال والحلال ربنا يقربنا منه، والحرام ربنا يا رب يبعدنا ويبعدكم عنه، امين يا رب العالمين. وكل عام وانتم بخير وانتم في افضل حال وفي احسن حال. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبنا النبي. كانت في ست انا كنت معرفه شخصيه يعني، كنت عارفاها،
كانت ست طيبة يا جماعة، طيبة الدنيا كلها فيها والله العظيم. كانت يمكن تجيب الناس الغلابة اللي في الشارع اللي ماشيين، اللي فاقدين الأهلية، إن كانوا ستات أو رجالة أو كده تعبانين، تجيبهم كده في مدخل البيت اللي هي ساكنة فيه، وتحط لهم أكل وتعمل اللي تقدر عليه. بجد الست دي عمري ما شفت طيبتها، أو أنا تقريبا شفت يعني شفت 2 أو 3 ستات في حياتي على مدار عمري كله، أطيب ناس في الدنيا. يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم يا رب. دلوقتي بقى أنا هقفز على هذه الترابيزة، هقفز هروح أعمل الشباك. المهم الست دي كانت طيبة جدا جدا جدا، وتوفى جوزها وساب لها كام، تخيلوا ساب لها كام؟ ساب لها 8 من البنات والصبيان، تمام، 8 من الصبيان والبنات. المهم تعمل ايه في ذاك الوقت؟ هي كان نفسها حلو جدا في الاكل، كانت بتحب تعمل اكل وكان نفسها جميل بصراحة يعني الله يرحمها. فالمهم راحت لمكتب من اللي هما بيسفروا برا، وراحت يعني قالت لهم انا بعرف اطبخ وكده. كانت بتسافر الامارات، كانت بتسافر السعوديه، كانت بتسافر قطر، كانت بتسافر البلاد دي طبعا، يعني كل سنه كانت بتسافر بلد او كل سنتين على حسب يعني. المهم حبايب قلبي كانت بتبعت لولادها فلوس من السفر، يعني بتبعت لهم فلوس، يعني الفلوس اللي ربنا يكرمها بيها تبعتها لهم. فقعدت سنتين، عايزة اقول لكم انها قعدت سنتين في السفر تبعت لهم فلوس وما كانتش بتيجي، لانك بتقول لك هتيجي مصر، كان العقد بيتعمل في البلد العربية اللي هي بتروحها لمدة سنتين. وكانوا الناس اللي هي بتروح تعمل لهم اكل كانوا لما كانت هي بتنزل اجازة كانوا دايما بيطلبوها، يعني الناس اللي تروح لهم يطلبوها تاني، لان هي ما شاء الله كان نفسها حلو في الاكل، وكانت ست نظيفة جدا وكانت شاطرة جدا الله يرحمها يا ربي وسامحها. وبعدين في يوم يا حبايبي هي زي ما برضو ما كانت بتسافر، يعني كانت بتسافر وتيجي مثلا تقعد مع أولادها شهر ولا حاجة وبعدين ترجع تسافر تاني. في يوم طبعا قعدت الفترة دي قعدت حوالي 20 سنة أو 25 سنة تسافر، تروح وتيجي تروح وتيجي. وآخر سفرية هي سافرتها كانت قبل ما تيجي اتعرفت على واحد هناك في بلد عربي، بس هو ما كانش يعني من العرب، ده هو كان بيشتغل وكان نازل مصر، فيعني كانت تعرفت بيه كأخ وإنسان محترم، يعني حسب هي ما بتقول كانت علامة الصلاة على وشه باينة وكان راجل كويس وبتاع. المهم ادته مبلغ من الفلوس، يكاد الفلوس كلها، قالت لك أنا مش عارفة ايه السبب ان هي ادت له كل الفلوس اللي كانت معاها، قالت له توصلها لولادي. كانت هي المفروض يا حبايب قلبي هتنزل بعد، يعني تنزل ايه مثلا، يعني هو هينزل وهي هتنزل بعديه بايه، بشهرين تقريبا. وفعلا ادته الفلوس عشان يوصلها للولاد، وهي يعني كانت على يقين ان هو راجل ملتزم وطيب وكده يعني. المهم ادته الفلوس ونزل وادته العنوان بتاع ولادها وقالت له في الحتة الفلانية وبتاع ومش عارفة ايه، ودهم لابن فلان الفلاني والكلام ده. المهم حبيب قلب الراجل جه مصر وكل حاجة، ولكن الراجل مداش الفلوس للست، وطبعا رقم تليفونه والكلام ده كله لغاه او عمل عليه بلوك او غيره، و يعني اتضح ان الراجل ده نصاب واخد الفلوس من الست، اخدها يعني ما وصلهاش لعيالها. وطبعا الست بعد ما جات وعرفت ان الراجل حاولت تتصل بيه او تعرف مكانه او كده، لكن للاسف خلاص الفلوس كده اتبخرت. وهي كانت ست طيبه جدا جدا جدا، كانت زي الملائكه بصراحه، كانت انا الست دي كنت بحبها جدا الله يرحمها يا ربي ويسامحها. بعد كده الست دي طبعا هي كان عندها السكر، لكن مع الوقت تعبت اكتر اكتر، وحصل لها انها يعني بعد ما طبعا هي حزنت على الفلوس، سكر عالي عليها طبعا، حصل لها شالوا جزء من رجليها، تعبت جامد فعلا، وبعد
بعد فترة لقت الراجل ده جاي لها بيقول لها: سامحيني يا حاجة، سامحيني، أنا طمعت في الفلوس وخدتها، وربنا سبحانه وتعالى خد حقك. ابنه الوحيد كان عنده ولد وحيد، يقال هو بيقول يعني إن البابور هب في وشه وابنه اتحرق. طبعا يا جماعة اللي مش عارف، البابور اللي هو بابور الجاز بتاع زمان ده، هو قال لها كده. ولكن طبعا اتحرق بقى وما اتحرقش الله أعلم بيه، هو كذاب ولا صادق، مش عارفة. كان المفروض ان هو يرجع لها الفلوس، بس تقريبا هو قال لها الفلوس اتصرفت، وان ربنا خد لك، خد حقك، وسامحيني ومش عارفة ايه الكلام ده. طبعا الست دي تعذبت كتير في التعب. يبدو ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحبها والله اعلم يعني، لان حصلت لها مشاكل صحية كتيرة. وطبعا زي ما قلنا ان هي فقدت اجزاء من جسمها بسبب السكر والتعب اللي كان عندها. وربنا ربنا يعني الحمد لله، يعني ربنا رحمته واسعة. طبعا هي توفت بقالها كام سنة، توفت بقالها فترة كبيرة، بقالها كذا سنة. الله يرحمها يا رب ويسامحها ويغفر لها. وحبايب قلبي استنوني في المفاجأة اللي أكيد هتعجبكم، ولو حد فيكم يخمن هي ايه المفاجأة يا ريت يقولي في التعليقات. لو مهتم يعني يعرف المفاجأة، او لو بتهزوني يعني ممكن تخمنوا وتقولوا لي المفاجأة كذا مثلا، المفاجأة كذا. هي بجد مفاجأة وانا مستنياها والله، بقالي زي ما بقولك كده بقالي اسبوع تقريبا، اسبوع اللي فات، وادي الاسبوع ده كمان اللي هو خلاص نهايته بكرة ده. تمام. مستنية بقى تعليقاتكم تقولولي عرفتوا المفاجأة ولا ما عرفتوهاش، وانا مش هينفع طبعا اقول اي حاجة غير ان هي مفاجأة. تمام. طبعا حد ممكن يقول المفاجأة تروح عند ام ادم، ما انا هروح ان شاء الله باذن الله، لو كنت من اهل الدنيا هروح لام ادم. طب هتعملوا ام ادم هتعمل فيكي مقلب؟ لا طبعا ولا ده خالص، هي مفاجأة هتعجبكم ان شاء الله. يعني الناس اللي بتحبني المفاجأة هيتبسطوا بيها، هيفرحوا لي ان شاء الله بإذن الله. مش فلوس مش فلوس، انا طلعت الابل كرامبل، مش فلوس ولا البنكوت ولا مقلب ولا اي حاجة، ولا هعمل المطبخ دلوقتي ولا اي حاجة. الدنيا معكوك عكة بنت لذينة يعني، بس برضو هي مفاجأة مستنياكو تقولولي انتوا خمنوا بقى. عشان ايه بقى خمنوا بقى يا جماعة؟ ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.